تعالي 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 براحة براحة طار تعالي يا هبل وراك اللي بحكي معلش يا ماما اعذري دي مش مجرد ورقة ده تحليل طبي يا ما في تحاليل بتغلط اكيد فعلا التحليل ده غلط انا متأكد من كده ابوكو في اول لحظة شك هد المعبد علينا كلنا يا خسارة يا خسارة عمري اللي انا قضيته معاه طب التحليل ده تفسيره ايه يا ماما وليه قاصد يكتب لك انت وسيلة كل الثروة دي وده عنكم كمان انتوا استني وده عنكم انتوا كمان بتشكوا فيه احنا بنسأل بس يا خسارة تربية فيكم يا ستي اعذرينا والله الصدمة شديدة علينا كلنا انا اول مرة اشوف بابا منفعل بالشكل ده كل اللي اقدر اقوله لكم اننا ست بريئة وانا ست شريفة وعمري ما خنت ابوكم عمري